نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن عرضاً معلوماتياً يسلط الضوء على جميع جهود الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة أزمة التغير المناخي. ووفقاً للتقرير، تعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية. كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022-2023 بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة.